الأهل خير علي، كلمات ربط بها معتزئين لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ومدرب فريق مواليد 2005 بقطاع الناشئين، ربط بها جماهير القلعة الحمراء برباط الحب الدائم، دخل قلوبهم كلاعب، ظل بها كنجم لا ينسى، ليس في المستطيل الأخضر فقط ولكن طوال حياته. فجماهير الأهلي تعشقوا تلكم النوعية من اللاعبين التي تتسم بصفات الوفاء والإخلاص، معتزئين من تلك الفضيلة. فرغم أنه بدأ حياته في صفوف المنافس الزمالك، لكنه تعلق بقلوب الأهلوية بعد انتقاله للمارد الأحمر، لا يترك موقفا أو مناسبة إلا ويثبت فيها ولاءه للأهلي ولجماهيره، حب وتفان وإخلاص. ولد معتزئين في 8 من أغسطس عام 1984 لأب عرف وسط رسمه في تاريخ الكرة المصرية هو الكابتن إينو. ارتبط معتز الصغير بمنطقة حلوان، ظل بها بين أهلها الذي تعلم بينهم حب الأهلي، لم ينسيه لعبه للمنافس هذا العشق، ظل يطارد حلمه حتى تحقق. لعب في صفوف القلعة الحمراء أجمل سنوات عمره كما قال هو بنفسه، وذلك وسط جيل تاريخي حقق كل شيء في عالم الساحرة المستديرة. معتزئين رغم اعتزاله الكرة، لكنه لم ينسى الأهلي وظل مرتبطا به. قابل مسؤول الأهلي إخلاصه بتواجده لتعليم الناشئين حب الأهلي قبل فنون الكرة، فتولى تدريب فريق 2005 ليبدأ مشوار حلمه نحو قيادة الفريق الأول بالقلعة الحمراء. معتزئين عاشق الأهلي معنا اليوم في برنامج الأشبال على قناة الأهلي.